طبعا صحيح يا شريف، الاتصالات وزي ما شددت وكل مره كنا على الهوا بقول لكم الاتصالات دي من المشاهدين، لا احنا بنختار ولا احنا بننقي، اللي بيتصل بيجي ويقول رايه، ومش علشان دول بيقولوا رايهم انه مع رئيس نقول لا دول عملاء، لا دول ماجورين، الكلام ده مش صحيح. البلد دي بلد كبيره فيها شعب يعني اعداد غفيره، احنا اخر تعداد 80 مليون بيقولوا وصلنا ل 85 ممكن يزيد، لكن عايز اقول لكم ان في ناس كتير قوي كانت بتحب الرئيس وما زالت بتحب الرئيس وبتقدر كل مواقفه، وموقفه الاخير بالنسبه لهم علاه وخلى قدره الحقيقه بالنسبه لهم عالي جدا وشانه عالي جدا، لان دي كانت الحقيقه لفته مختلفة وكانت لافتة الحقيقة كل الناس قدرتها. متابعين معاكم في مظاهرات كانت موجودة في الشارع مؤيدة للرئيس، واعتقد ان احنا لو وصلنا برضو النظرية ان هم مأجورين ومدفوعين، ما لا اعتقد، لان البلد في الوقت ده كانت كل واحد حريص على ان هو يقول رأيه لان رأيه بيهم، ولقينا ان مشاركة الشباب مهمة، ولقينا ان بداية من السيد الرئيس تفاعل وتفاعل مع الطلبات اللي حبوا ان هم يطلبوها، ودلوقتي المتظاهرين احنا البيانات اللي بتوصل لنا ان المتظاهرين في التحرير قل عددهم من المليون زي ما كان بيقولوا تقريبيا الى 3000 شاب وفتاه. اعتقد ان دي استجابه واضحه جدا للي حصل، للحراك السياسي اللي حصل، للحركه اللي الحقيقه التاريخ هيحطها كتاريخ كده بيشهد في تداول السلطه في العهد الجمهورية العربية المصرية، ان هي في تداول للسلطة في عهد السيد الرئيس محمد حسني مبارك، كلنا بنقدره، كلنا بداية من والدي اللي كان طول عمره يحكي لي على مواقف سيد الرئيس لانه كان بيعمل تحت قيادته في القوات الجوية، وقد ايه كان طول عمره بيتمتع بالحكمة منذ يعني صغره، منذ قيادته لفرق اصغر بكتير من قيادته للدولة، وقد ايه ان كان حسن التصرف والنظر الى ابعد مما يرى الاخرون دايما كانت من شيمة السيد الرئيس. احنا مش بنقول الكلام ده نفاقا او رياء، لكن لابد اننا نبص للموضوع بحكمة وتعقل. احنا في وضع جديد، احنا في وضع مختلف، لابد اننا نكون قد المسؤولية اللي السيد الرئيس حطها للشعب المصري، وهي ان هم الفترة القادمة عليهم مسؤولية كبيرة، اختيار والمشاركة الحقيقية بقى. انتوا شاركتوا؟ صحيح، شاركوا بقى يكملوا في المشاركة. صحيح، احنا عايزين